مرحبا، أنا القرشي. في قديم الزمان قبل شي 4.5 مليار سنة ما كان لا في فصول ولا كان في عنا قمر، وفجأة كل شي تغير. كلنا منعرف إنه في 4 فصول بتمر علينا خلال السنة، كتير بيتغير فيها الطقس حسب إحنا وين على الكرة الأرضية، وتغير الفصول هو اللي عمل شكل الأرض والطبيعة اللي عليها زي ما هي هلأ. بس ليش أصلاً في تغير بالفصول؟ وشو السبب اللي عم يخلي الصيف حار والشتاء بارد؟ يمكن من المنطقي نحكي إنه لما الأرض تكون قريبة للشمس بتكون دنيا صيف، ولما تكون بعيدة بتكون شتاء، صح؟ مش صح، وهو العكس تماماً. بالنص الشمالي من الأرض الصيف بيجي لما تكون الأرض بعيدة عن الشمس، والشتاء لما تكون الأرض قريبة. ومش بس هيك، النص الشمالي من الأرض اللي عايش عليه 88% من البشر بيكون عندهم الفصل عكس النص الجنوبي، يعني صيف بالأردن شتاء بأستراليا والعكس. طيب إيش السبب؟ كيف هيك عم بصير؟ السبب الأساسي هو ميلان محور دوران الأرض 23 درجة تقريبا عن مستوى دورانها حوالين الشمس. يعني محور دوران الأرض مش عمودي مع مستوى دورانها حوالين الشمس. بس شو دخل ميلان هذا المحور بالموضوع؟ وليش أصلا محورها مايل؟ ولو ما كان مايل ما كان لازم نبدل أوعينا كل 6 شهور؟ لما الأرض تكون أبعد عن الشمس بيكون محور دورانها مايل لجهة الشمس، وهيك كمية أشعة الشمس اللي عم بتفوت على النص الشمالي للأرض أكثر من النص الجنوبي، وزاوية الأشعة عمودية، فبيكون بالشمال صيف وبالجنوب شتاء، والعكس صحيح. لما تكون الأرض قريبة بيكون محور مايل للجهة الثانية، وأشعة الشمس أغلبها بتفوت على النص الجنوبي، فبيكون عندهم صيف وعندنا شتاء، ولو ما كان هذا المحور مايل كان ضلينا نلبس نفس الأواعي طول السنة. بس بضل السؤال، ليش بالأصل المحور مايل؟ عشان نعرف ليش لازم نرجع بالوقت لقبل 4.5 مليار سنة، لما كانت الأرض جديدة ولسه عم تتكون، ما كان لا في فصول ولا حياة ولا قمر. وفي يوم من الأيام اصطدم جسم بنفس حجم المريخ تقريبا بالأرض وميل محورها وعمله زي ما هو هلأ، والحطام اللي طلع من هذا الاصطدام اتجمع وشكل القمر اللي من وقتها عم يدور حوالين الأرض. إذا عندكم أي سؤال عن الفصول 4 اسألوني بالتعليقات، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم عشان يعرفوا شو سر هاي الفصول 4. سلام.